السلام عليكم. انا فاطمه بشوب، طنطلب من صاحب الجلاله يكون معايا. انا مات راجلي كسيدا في 66، وخلى لي جوج ولاد، وخلاني حامله، وعطوني الدية شريت بها هاد الدار. ملي كبروا شويه الولاد انا هاجرت لامريكا، جيت لداري لقيتها نصبوا لي عليها شي ناس. انا تنطلب من صاحب الجلاله يكون معايا، ما بغيتش نضيع رزق وليداتي. انا سيدنا الله يطول عمرك ويخليك لينا، كنطلبوا منك توقف وتعاوننا ضد هاد العصابه اللي كيترأسها خالد ابو الهدى، اللي زور عندنا اوراق البيع، واللي كيعاونوا باش يحكموا عندنا احكام غيابيا ويحكموا عندنا بالافراغ غيابيا. حنا راه ما عندنا سيدي فين نحطوا رجلينا، هذه هي ارضنا وهذا هو بلادنا، هذه هي دارنا، هذه الدار با مشريه بدم با، ما عندي فين نمشي. نهار الاربع حكمونا بالافراغ، ما كيجينا لا تبليغ، كيجيو البوليس هنا كيهدونا، جيراننا اللي معاونينا، واش ما قطعوا لنا رجلينا من بلادنا؟ واش ما بقاوش بغاو يخليو لنا علاقه بهذا المغرب؟ حنا كنعيشو تما وكنعيشو هنا، انا امنيتي انه نكبر ونجي نعيش في بلادي، نجي ناخذ لاغوتخي ديالي في بلادي، ما بقينا قطعوا لنا رجل من المغرب. انا كنطلب منك، انا كنزاوق في الملك ديالنا، الله ينصر محمد السادس يجي يوقف معانا ويعاوننا. انا رجايه في سيدي ربي وفيه، ما عندنا حتى واحد. هذا راه نصب، زوروا عندنا، زوروا البيع، زوروا الوراقي، زوروا كل شيء، وما قد حتى واحد يوقف هذا خالد ابو الهدى، حتى واحد ما قد يوقفه. ما كنشوفو حتى واحد فيهم كيجيو المحاكم، حتى واحد ما كيجي فيهم. حنا تبعنا القانون من 2003 وحنا معاهم في المحاكم، ما ربحنا حتى ورقه. عندنا الدلائل باش شرينا، باش شرات الوالده، عندنا الدلائل باش بنينا، عندنا الدلائل باش كنخلصوا الضرائب والماء والكهرباء. هاد الناس كلهم، هاد الجيران حكموا عنا كنا بالافراغ. هادي مافيا تاع العقار جات واستولت على هاد الديور كلهم، ناس شردوهم من 2003 وناس شردوهم هادي في 2008، ودابا تجدوا علينا حنايا. واش حنا كنمشيو نخدموا برا ونجيو لبلادنا باش دائما كنجيو ندوزوا العطل كلها في بلادنا، ونجيبوا ولادنا يتعلموا الدين ويعرفوا شنو هو الدين وشنو هي العربيه؟ طيب ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا فين نمشي ونجلسوا. انا مزاوقه في سيدنا يجي يعاوننا، انا مزاوقه فيك سيدنا، انا مزاوقه في سيدنا محمد السادس يجي يعاوننا. اذا كما كتشوفوا معايا هذا هو الحي اللي تسول عليه اسيا المرابط، اللي تسولت عليه اسيا المرابط، واللي في الكواليس اللي كيترأس المافيا خالد ابو الهدى. صورنا
كيف ما كتشوفوا معايا هذه الفيلا ديال الحاج علي نافع اللي تم الافراغ ديالو هذه مده 8 اشهر والراجل الكبير في السن واللي هبطوه رغم الانف ديالو هبطوه للسجن واخا رغم كبر السن ديالو هبطوه للسجن.